بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل ركوع 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.